السلام عليكم. هدد نادي أسي ميلان الإيطالي محلاً للأكل السريع بولاية تيرت، استخدم اسم النادي في تسمية المحل باتخاذ إجراءات قانونية، وحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للمطعم عبر الفيسبوك أمس الاثنين، فقد راسلت إدارة نادي ميلان الإيطالي مسؤولي المحل منذ حوالي شهر، وأضاف الحساب الرسمي لمحل الوجبات السريعة أن إدارة ميلان طلبتهم بحذف شعار أسي ميلان من المحل، كما أن مسؤولي ميلان سيتخذون إجراء التعويض عن استعمال شعار النادي والذي يعد رخصة تجارية وبدون رخصة منهم، فيما نوهت الصفحة الخاصة بالمحل أن سبب استخدام شعار النادي الإيطالي ليس لسبب تجاري فقط، بل كونهم من محبي الفريق.